كامل تفلت كيما شنو قال لكم قطعوا في الكار الحوض ديال كولومبيا طال طاباتينغا ولا نقطعوا في الطياره. وكاين اخويا في المكسيك دابا اخويا ناري 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 قاعد غوادالوبي راه غوادالوبي اش نقول لك اخويا طارق راه ما خلينا منين دزنا معاهم ما خلينا معاهم بحوره طريق روسيا طريق تركيا دبر المكسيك فري الدراري كاينين معاك كاين احنا دابا احنا شي 24 شدينا اخي طارق الله يحفظك الله يبارك فيك اخي طارق الله يحفظك رمضان مبارك سيوي كدار سيوي كدار نفكركم مصيفي لا كاين الصيف الرحله باقا ما سالت اخي طارق الرحله باقا ما سالت مستمره ان شاء الله راه غنوصلوا أحلى الله يسلمك آمين آمين الله يسر لكم كاملين وانتم واش الله يحفظك ليا يا اخويا طارق بلاد المكسيك اخويا اش غنقول لك بريبارينا بربعه هكذا ديال ديك الساعه انتم بدا في المغرب منين انتم في المغرب انا ود القلعه والدري ود مناس والدري ود مكناس كيفاش تجمعتوا الجروب كذا دي من هنايا صافي تجمعنا كنا نهضروا مع بعضياتنا صافي قلنا نديروا الطريقه هذه ديال امريكا قول لي كيفاش جبت الفكره تجمعتوا شي جروب ديال واتساب الي امريكان يدير بالي صافي هذيك الطريق ديال امريكان قلت هذه المره هذه راه بحايا ذبحه صافي يعني عييت معاهم طبط صافي لوروب ما بغاتنيش ضربت جوج ضربات في البحر من الجهه ديال الداخل وذوك الجواي ضربت في ضربت في كاياك تاني من طنجة شي ثلاثة المرات طلعت الروسية تا هي ضربت فيها شي خمس شهور ديال الريسك كنت الريسك على كنت الريسك على فنلندا وعلى على على بيلاروسيا صافي بقيت تعرفت مع واحد الروسية صافي بقيت معاها تمايا صافي تا هي ما جابش الله كدا هادي المهم بقى عليا معاها بلان وكدا وهادي هما يشدوني دا هما يشدوني عطاوني وقت مغادرة خصني نغادر روسيا عطاوني شهر خصني نخوي صافي رجعت رجعت هي المغرب هي تركيا نفس البلان جمعت لها الصرف كذا هذه وانا قطعت لتركيا قطعت انا واحد العشرينات ود الفقيه بن صالح الله يذكره بخير سيدي مثل القرار صافي هي هذيك هبط تركيا جا هي عييت من ريسكي والو ما جابش الله صافي انا رجعت انا رجعت للمغرب تحركت ثاني بحال في القبس في الصناعه وكذا جمعت الصرايف درت مع الدراري في الجروب قلت لهم شنو بان لكم ها كاين وها كاين قال لك سير صافي توكلوا على الله قلت لهم الخطه راه مدروسه راه دارسه انا هنا في المغرب دارسه قلت لهم يتبعوني قلت لهم يتبعوني وصافي قلت لهم جميع الطرقان دارسهم عندي الخريطه ديال العالم في راسي يتبعوني وسكت قال لي سير على الله قطعنا هبطنا لساو باولو ريحنا فيها بحال هكا شي كيما قطعت البرازيل مليون قطعنا بشي مليون لواحد جمعتو بربعة قطعتو لبرازيل سان باولو جمعنا بربعة قطعنا صافي جمعنا البارطاج ديالنا كلشي صافي يسرنا وسبحان الله العظيم الطيارة اللي جينا فيها حنايا الأخرى هذيك الأخرى سدوا الطريق ديال تركيا ليسكال في تركيا وسدوا ديال قطر كلشي سدوا مابقاش بنادم كيطلع لبرازيل حبسوا كلشي تصور بنادم مسكين مشدوا الفلوس ديال البي ديال 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 تركيا ومشدوا الفلوس ديال نيكاراغوا مقطع في السيت ديال كوبا ايرلاين باش يتحط في البرازيل يمشي لنيكاراغوا باش يخفف عليه الطريق مشاو له جبي ومشاو له مشاو له 3 المليون كاين اللي مشات له 3 المليون حيتاش كنت داخل واحد الجروب ديال امريكا الدراري كانوا دايرين واحد الجروب بنادم مسكين تكرفص صافي قطعنا هبطنا للبرازيل عرفت شنو كاين قلت لهم حنا ما نقطعش نيكاراغوا غنضربوها طريق يا صافي يسير على الله نتوكلوا على الله الدراري تا هما ما كاين الدراري تا هما المشاريع المقطع تا هما يا اش نقول تا قول لهم راه ما كاينش كسير امريكا قامت فلت صافي جمعنا البارطاج ديالنا العالم كلشي جمعناه كيما شنو قال لكم قطعوا في الكار حتى الحوض ديال كولومبيا حتى لطاباتينغا ولا نقطعوا في الطياره نتحطوا في ميناس ومن ميناس نقطعوا في الباطو كيدير خمس ايام كيدوز على غابة الامازون كيحطك في طاباتينغا
ينقطعوا الطبادين ديريكت في الكار. صافي الكار دار بينش خمس ايام ديال الطريق حتى الحدود ديال كولومبيا حتى الليستيه حتى الطبادين. خمس ايام برازيل راه قاره راه قدك الدجاج والكار. صافي انا حنا اصلا كنا جايين في الطريق جايين تنعسوا النعاس ديالنا هو الكيران. قلت لهم شوف قلت لهم عولوا عليه الا كنتوا موجودين للحرب ما تقولوش لي كما راك عارف انا راه عارف ان انا ما عنديش مشكل انا نبات في الكار نبات فوق الكار نبات في رموك نبات قلت لهم تشرم دوزو عارف يسير على الله توكلوا على الله. صافي قطع انا هبطنا في طباتينغا هبطنا في طباتينغا دخلنا لكولومبيا ليستيا ليستيا قطعنا العاصمه بوغوطا في الكار مع داخلي مع مقطعين في البلاصه باش جاي باش شي باش ضايع كاينش رجوع ما كاينش الروطه لا واه تنديرش الروطه عارف وانا عارف عارف اللي درتي الروطه الفلوس غطى